لن نتسامح مع من يعيق إنجاز أي مدرسة أو متوسطة أو ثانوية. كيف يعقل أن الطفل أو التلميذ يعاني من الاكتضاض أو يتنقل لمسافة بعيدة ونحن لنا الأموال ولنا الأرضية والإمكانيات في إنجاز مدارس بالقرب من مقر سكنهم؟ إذ يمكننا القول أن سنة 23 سجلت تأخر وضعف في إنجاز المرافق العمومية، أما سنة 24 فلابد من مضاعفة الجهد، لابد من استكمال كل المشاريع المسجلة واستهلاك الاعتمادات الدفع، مع العلم أن البرنامج المسطر في قانون المالية لسنة 24 تم تبليغه للولايات بتاريخ 31 ديسمبر 2023. لهذا الغرض سنتابع بكل صرامة وجدية الانطلاق في هذه البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.